أنا راضي ظلم الدنيا والأقدار بشرط ابتعد من ناس وبلاويها عشت بقلوب ما شفت غير النار وانا هاي المحبة وين ودي هذا مالي نصيب بعالم الأحلام ما خلي الدمع يستنطن بعيني وما أسمح العين كل هدوء تنام وانا مزعل شخص امنيتي يرضي صريح واقعي كل شي لقت خطواتي من نمشي ما احب اللي جاملني ولا اكره بشار دمني انسانيتي واحساسي سوالف قلبي من راسي وما دام نيتي الخير كلام الناس ما يهم مهما خلي خاطر منكسر يبقى بحسرته عزت نفسي لما انتعتب من الكسرته شاي الحب كبير بدمي وما يوم كنت شاي الحب كبير بداخل ما يوم كنت بما أني أشوف الدنيا سفرت ليل أيام درب الضوء وتخلص محطاتي يخوش إنسان والزينات أحب حيل هواي ببالي ما صار حبيبات خطايا تموت إذا حاسبت نفسك وبملامة كلمة طيبة هي تعيش اسمك بالكرامة اختبار الدنيا وادعش لغان نطلع وبسلامة اختبار الدنيا وادعش لغان نطلع وبسلامة تحية طيبة ومعطرة على مشاهدي قناة الطليعة الفضائية رب تكونوا بأفضل حال وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصفح الجميل مثل ما عودناكم على تنوع حلقاتنا باختيارنا للقصص أكيد اليوم عندنا قصة وراح نسمع القصة من صاحب القصة حياك الله هلا بك استاذ شلونك حبيبي الله يخليك استاذ شو أخبارك الله يسلمك شلون صحتك الله يخليك استاذ عرفنا باسمك حيدر استاذ حيدر شنو؟ حيدر بشار حيدر بشار حياك الله حدوري عليك استاذ شنو عملك حيدر؟ استاذ انا اسوي اسواق اسواق؟ اسواق الله يوفقك ان شاء الله، شلون شغل اسواق زين؟ الحمد لله ماشي وزين تمام الحمد لله بيربح ما بيربح يعني ايش وش يعني استاذ يعني ماشي امورك اليومية؟ الحمد لله واردك زين؟ خير الله يرزقك ان شاء الله الله يخليك استاذ يجوز افتح اسواق وانا ندخل مشروع اثنيناتنا اسواق نفتح عادي استاذ على راس الله يحفظك ما في شيء استاذ عادي اتصلت علي ايه صح استاذ وقلت لي انه عندك قصه واليوم اني والساده المشاهدين انه متشوقين لكي نسمع القصه يا صاحب القصه ايه استاذ عندي قصه ويا من قصتك او مشكلتك مشكلته ويا صاحب استاذ شو اسمه اسمه حيدر هم حيدر هم حيدر استاذ انت حيدر هو حيدر هو حيدر شنو صار استاذ عندي ولد صاحب يعني انا من زمان اعرفه صديق هو قديم وياي يعني سنين صار لي مشان اسويها من 10 سنوات اكثر ايش تقريبا يعني انتوا نفس المنطقه منطقه واحده اصدقاء وجيرانهم اصدقاء جواري زين يعني استاذ نطب ونطلع سوي يعني استاذ صار لنا سنين وعشت عمران اياه يعني شو اقول لك استاذ اكثر من اخو اكثر من اخ لك اكثر من اخ زين فاستاذ انا من يعني يوم من الايام صار الشغله شنو حيدر تعرف على واحد تعرف على واحد على واحد زين وهذا الواحد انا اعرفه سابقا يعني قبل لا يعرفه حيدر انا اعرفه استاذ الولد اللي تعرف عليه حيدر انا اعرفه سابقا مو خوش ولد مو خوش ولد حيدر مين عرفه شلون عرف عن طريق منه
عن طريق الطوبه استاذ. هاي يلعبون طوبه بالسحاب وعرفه عرف. انت تعرفه قبل لا حيدر عرفه. تمام اي كمل اي استاذ. فحيدر قلت لك استاذ صاحبي من زمان انا صار لنا عشره عمر هاي، فالولد انا اعرف هذه الطريقه مو خوش طريق يعني سلبي. اوكي فهمتك اي استاذ. فحيدر صاحبي وانا خاف عليه، ف يعني شفت حيدر مشي وياه يطب وياه يطلع وياه يوميه، علاقتهم يعني قوه صار يوميه يطلع وياه يطب وياه يوميه استاذ. فرحت لحيدر استاذ حاجه حيدر قلت له حيدر هذا الشخص لا تمشي وياه مو خوش ولد عوف ابتعد عنه ما يفيدك طريقه سلبي تعبان يعني. حيدر هو ملتزم خوش ولد استاذ خوش متربي يعني صايم مصلي مصلي من عالم محترم استاذ خوش ولد. وحيدر صاحبي كل خاف عليه استاذ صراحه غير كل صاحبي من سنين انا امشي اسوي. فحاكيت حيدر استاذ قلت له حيدر هذا الشخص ابتعد عنه عوفه. لحيت وياه يعني استاذ يومي انا انصحبي كل ما اشوفه يمشي وياه انصحبي كل ما اشوفه اقول زين. حيدر ما عنده معلومات مسبقه عن هذا الشخص؟ لا ما عنده استاذ ما يعرفه ما يعرف. حيدر يعني فقير على براءته على براءته مجرد بالطوبه تعرفه زين استاذ. فحكيت ويا حيدر استاذ قلت له ابتعد عن هذا الشخص ما يفيدك عوفه عوفه ما فاضي استاذ هو يبغى قتل لي حيانه وياه. طولت وياه بالنصائح قلت له عوفه حيدر عوفه عوفه ما فاضي استاذ يعني حكيت وياه. اخر شيء يعني شفت علاقتهم تطورت حيل تطورت استاذ. قلت احسن شيء اروح حاج اخوه ما عندي حل بعد استاذ يعني. قلت احسن شيء اروح حاج اخوه واقول له اخوه زين يعني بعد ماكو ما ابي مزاج. رحت حكيت ويا اخوه ويا اخوه اخوه كبير ايه. رحت بالليل يعني دقيت عليه الباب قلت له فلان حاله مو حيدر قلت له ايش بيه حيدر قلت له حيدر مشي واحد وهذا الواحد مو خوش ولد حيدر زين خوش ولد فاريدك تبعد عنه لان حيدر يعني اذا بقى وياه احتمال يعني اروح على طريق طريق سلبي زين ايش ذا. حكيت وياه قلت له حاولت حاكي يعني انا حكيت وياه ونصحته هواي نصحته استاذ هواي قلت له ما فاضي وياه يعني قال لي ما يخالف انا راح احاكيك اياه ما يخالف هسه يجي وانا راح احاكي. رحت لبيت استاذ الثاني يوم جاني حيدر يعني زعلان زين شلون تقول لاخوي ليش ما تحاكيني الي؟ قلت له لي انا غران يمك. قلت له حيدر انا وايد حكيت وياك وايد نصحتك انت ما فاضي وياك قلت له انت ما خليت حل قدامي انا وايد حكيت وياك اخر شيء مليت رحت اقول لاخوك خفت عليك لا تروح على غير الطريق نصحتك وايد انت ما اخذت نصيحتي ظل يصيح علي استاذ لا المفروض ما تحكي المفروض ما تقول انا يمك تعال حاكيني خلي الموضوع بيناتنا ما توصل لاهلي. قلت له حيدر صراحه ما شفت ما يعني ما اقدر اشوفك تمشي ويا هذا انت صاحبي وعزيز علي وانا خاف عليك. اي استاذ من هذا الحكي كان يقول لي بعد لا اعرفك ولا اعرفه انتهيت وياك. انهي العلاقه وياك. انتهت استاذ. انتهت. اي استاذ. بالبدايه انت انه حذرته. حذرته هو استاذ. اكثر من مره. اكثر من مره. حكيت وياه. حكيت وياه. انه هذا الشخص ابتعد عنه. اي استاذ. انه هذا الشخص عوفه. عوف. انه هذا الشخص راح ياذيك. اي استاذ. هذا راح ياذي سمعتك. لكن حيدر انه على براءته. يمشي وياه. وعلى طيبته ظل يمشي وياه. اوكي. اي استاذ. ما يعرفه. لا ما يعرف. بعدين انت ايش سويت؟ رحت لاخو. بلغت اخو. اخو حاجي. قلت له انه حيدر دا يمشي. ويا هذا الولد. ويا هذا الولد. ويا هذا استاذ. مو زين. ايش سوى اخو حيدر؟ تعرف يا استاذ. صار مشكله بيناتهم. مشكله بالبيت، يعني قال له انه لازم تبتعد عن هذا الشخص. لازم تبتعد عنه. زين. ليش ما حاولت تبلغ اكثر مره وتحذر اكثر مره قبل لا تبلغ يعني تقول لاخو؟ الحيدر استاذ مليت. وايد حكيت وياه. مليت يعني كلش وايد حكيت وياه. يعني اخر شيء يعني استاذ صارت بالعكس كل ما انصحه علاقه تتطور اكثر ويا ذاك الولد. جزء ذاك يعني ما بيه شيء؟ جزء اخلاقه زينه؟ لا استاذ. جزء انت ماخذ نظره؟ جزء الولد تغير نحو الافضل؟ لا استاذ بعد. يعني انت يعني من خلال هذا كلامك انه خلقت مشكله داخل بيت حيدر. يعني بين حيدر واخوه. ما توقعت توصل لمرحله استاذ. ها ما توقعت. انت من باب الخوف. باب الخوف على حيدر بس. والحرص الزايد. طبعا. حتى انه لا بس شوف مرات الانسان ما يظل على وتيره واحده يتغير جزء هذا الولد يتغير اخلاقه تغيرت تصرفاته. لا استاذ اعرفه. تعرفه؟ ايه استاذ طبعا ما يظل طبعا. اها نسيت. انت من الحرص الزايد رحت؟ لاهلي. لاهلي. صارت مشكله. اجاك حيدر هددك لو شنو تعارك وياك لو شنو؟ لا استاذ مو هددني بس قال بعد لا اعرفك ولا تعرفني زعل طري يصيح علي يعني اكو حكي ما اقدر احكي استاذ. ايه. فقال انتهيت وياك. انتهت. ايه. وصار لكم فتره؟ صار لي تقريبا استاذ يعني خمسة اشهر. خمسة اشهر. اي تقريبا. ابد. ما دزيت لناس اصدقائكم. استاذ صراحة حاولت. ماكو فايدة. ماكو اي فايدة. استاذ ماكو فايدة حاولت وياه ماكو فايدة. وايد يعني وايد دزيت عالم ناس قريبين على حيدر مينا وقريبين علي. حكيت وياه
حكيت ويا العفو ويا الوليد ماكو فايده استاذ ماكو فايده خاف لي ينفرد تفضل علي استاذ كلش اي والله استاذ خير ان شاء الله انا راح احاول وياه وراح اسعى واكيد انت محضر رساله اي استاذ رساله اعتذار والباقي على رب العالمين اوكي انا بكل الطرق احاول وياك اوكي انا ماخذ رقم تليفونه وان شاء الله بخير يقدم رب العالمين تمام تمام استاذ اذا مشاهدين الكرام فاصل ونواصل اذا مشاهدين الكرام مستمرين معاكم ضمن اطار حلقتنا لهذا اليوم اليوم معانا ضيف منورنا بالاستوديو شاب جميل اكيد اليوم راح نسولف وياه هواي سوالف السلام عليكم وعليكم السلام شلونك هلا استاذ حبيبي شخبارك الله يسلمك شلون صحتك الحمد لله بخير شنو اسمك حيدر محمد ناصر حيدر شلونك حد دوري الحمد لله بخير شنو عملك عملي شغل حر يعني مي عمال مرات اطلع زين هذا الشغل يعني منو اكثر يعني تحس نفسك مرتاح به بالشغل وين بالمي بالعمال لا بالمي بالمي ني. مي ارو مي ارو عندك يعني محل خاص تبيع عندي مي ارو لا مو مع صاحبي عنده سياره اي نروح للشركه نحمل منك المي وندبهن للاسواق زين هذن الصناديق البطاله او الدبات هاي اي تمام هو بصوره عامه هسه المي هي دبه كلها تصير يمكن سعرها 500 او 1000 دينار او اي صح يعني قد نسبه النقاوه ما تتوقع نقي نقي كلش لو بي لا بي بنسبه يعني زين انت سولف لي شغلك كبير ربح يعني انا يوميا انا عامل عامل اي مجرد عامل مجرد عامل اي زين اليوميه حصلت تكفيك كشاب انت الحمد لله يعني اكيد طالع منها للعائله ولك تمام متزوج لا الحمد لله ها الحمد لله شو الحمد لله ليش الحمد لله والله هو الزواج هسه بالوقت يعني الحالي يعني تعرف انا طالب زين اي واليوم يعني لازم يتوفر للشاب يعني عمل وش اسمه او بس انت بطل تدرس وتشتغل اي ما تاخذ من اهلك لا الحمد لله معتمد على نفسك اي حلو حلو واحد معتمد على نفسه انا احيي كل شاب يدرس ويعتمد على نفسه اي افضل ما يقعد بالبيت وحاط ايده على خده وتعال يما طينه وتعال بويا لا ما تفيد هاي هسه الشباب ما تصرف لهم ابد اي يعني لازم انه يشتغل لازم انه يشتغل على مود يكون نفسه عشت ايدك اي عندك اصدقاء علاقتك يعني عندك اصدقاء شلون علاقتك ويا اصدقائك عندي هواي هواي اصدقاء اي انت تميل لكثره الاصدقاء بحياتك لو الى عدد معين يعني بالوقت الحالي لا يعني فد عدد عدد معين اي مو الكثره تقريبا يعني هسه امشي 7-8 اشخاص زين اي يعني مو هواي قاعده قهوه اي دومنا قهوه دومنا طوبه سوك شنو هواياتك انت؟ انا كرة القدم دفاع وسط هجوم حارس والله اي مركز بس انا المركز اللي ارتاح له عن النص زين اكيد تشجع ريال مدريد لا برشلونة يعني ربع ميسي انت غير؟ اي حرامات انا ما راح اتفالن يعني مشكلة مشكلة نص جماعتي يشجعون ميسي انا احبهم اي بس ما اتفالن وياهم ليش ما اعرف بس يلا ما يخالف انت برشلونة يعني؟ اي برشلونة مالك نية انه تحول على ريال مدريد؟ لا لا حول على ريال مدريد ابد حتعطيك هديه زينه هدي الله يحفظكم بالعكس انا مع الروح الرياضيه مع التشجيع الحلو ضد التعصب وهي رسالتنا لكل جمهورنا انه ابتعد عن التعصب لان ماكو احلى من الروح الرياضيه صحيح اي وذات يعني انتم شجعوا ريال مدريد افضل انه شجعوا باقي الانديه شو تقول؟ لا لا هو كل واحد وتشجيعه كل واحد ورايه الله يرضى عليك ان شاء الله الله يديك زين انا اتصلت عليك وقلت لك ان انت تعرف احد هديه تتوقع شنو هديتك؟ والله ما اعرف بعد هي قناة يعني طيبة هاي الله يرضى قناة عليك قناة ومعروفة يعني على المستوى الله يرضى عليك ومثل وجهك يعني طيب في دول عمرك ف زين من نوع انت بحياتك الخاصة السامح لا ما السامح؟ الا مثلا يعني اذا كان مثلا اليوم شخص يعني زين وياي ومثلا واقف لي هواي وقفات وهاي اسامحه ممكن اسامحه بس اذا ماذيني كلش وهاي لا ما اسامح اي ابد ابد يعني من نوع تقفل تقفل انت بس شكلك مال واحد طيب فقير يسامح يعديها مخليها على الله اي بس ممكن هسه انت اليوم يعني اذا يجيك يعني واحد يعني سوى وياك يعني موضوع قوي وهاي تقدر تسامحه يعني كلش كلش
انا عن نفسي اي يعني كسر قلبك او هاي انقهر اي اضوج حتى ما اكون مثالي اي حتى ما ادعي المثاليه يعني اقول لك انه انا والله اسامح لا انقهر اضوج اخذ لي فتره زعلان أي. لكن اعدي عفى الله عما سلف هي صح ليش؟ نقول لان احنا دائما نقول بحياتنا اختار الناس الطيبين بحياتك صحيح لان الحياه قصيره جدا اي صحيح ولازم انه نمشيها بالامور الطيبه عن طريق شلون الامور الطيبه عن طريق اختيار الناس الصحيحين بحياتنا صحيح صح لو غلط أي. فاعدي انا طبيعتي اعدي عفى الله عما سلف خلاص وين ما يصير خلص يصير الله انت ماشي هذا المبدا ولا ما ماشي والله انا مرات اي تمشي بي اي امشي بهذا المبدا زين زين اذا انا مكذب عليه كذبه صغيره وانا عادي سامحني بيها ولا ما سامحني عادي ان شاء الله سامحني ان شاء الله شوف انت مو برنامج هدايا ومسابقات نعم تمام انت حاليا في برنامج غايته كلش حلوه هي المحبه والصلح والتسامح بين الناس يعني اني وفلان عنده مشكله او زعل اي يجي طرف ثالث يدخل بيناتنا يحل هاي المشكله شيء حلو هذا احنا هي فكره برنامجنا اي اثنين متعاركين او خصام او زعل نطب احنا بيناتهم نحل هاي المشكله هذا الخلاف اكو شخص اتصل علي اي وقال لي حاب اني اوجه لك رساله ببرنامجنا فانا قلت له تدلل قال لي هذا الانسان عليك كلش اخويا وعزيز على قلبي واني يجوز بدر مني شيء لا ارادي من باب الحرص والانسانيه والخوف فاليوم حاب اوجه لك رساله يعني هو يوجه لك رساله اي شيء وجهك تغير لا مو زين لا تستعجل لحظه جزء بالك راح بألف فما خاسر خسارة أي. اسمع الرسالة اللي عجبتك الرسالة هي هالرايته اللي ما عجبتك الرسالة براحتك أنا ما أجبرك لأني شرفت أنه كسبت أخ وصديق مثلك في دوار أهلك استاذ يعني تتمنى سماك أصدقاء ما تتمنى أتمنى خلص كنت شرف يعني أنا أصدق تيام وليد أنا 2000 2000 أنا أكبر منك أكبر منك تقريبا ما أقول لك حتى ما أكبر روحي يعني أكبر منك فأخوك تشبي راح تبرني فاسمع رسالة ما خسر خسارة نسمعها اللي عجبتك عجبتك ما عجبتك خلاص تمام أوكي 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 ماكو خلاص شباب خدت جل رسالة يا الله يا الله اللهم صلي على محمد وآل محمد حلو الصلاة على محمد وآل محمد ما ادري شو احكي استاذ. اعذرني. هذا الانسان هواية اذاني بشغلات. كصداقة او كطوبة. فمستحيل يعني اصالحه ابد. زين. مستحيل من سبب المستحيل. زين. اي. واني اروح استاذ. زين. تلفونك نسيت. مرخصتك. اي اخر. تمام. تعال. أقف تعال أقف تعال 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 لا أروح أستاذ أروح شكرا على كيفك لا أستاذ لا تعلم أبد تعال سلفة لا أستاذ في دورك أنت على رأسي أنا جيتي هنا أنا جيت لخاطرك زين تعال أنا ما أقدر أجي رجيت أذين ما أقدر أمشي زين أنا ما أقدر أمشي أوصل هنا رجيت أذيني نعم. يعني أنا متعرض للحادث نعم شلونك أول مرة الحمد لله بخير زين تمام قبل شوي سولفت وياك أنا أي قلت لك إنه أنا شنو أخوك كبير زين أي تعرفه منه هذا الإنسان كلش أذاني زين مستحيل يعني أنت اليوم شخص يأذيك زين يأذيك يعني بمعنى الكلمة يعني وايد وايد تصرفات يعني أذاني ما أريد أحكي الموضوع يمكن الموضوع يمكن حكالك يا أو لا زي. ما أعرف بس أنا هذا الموضوع هذا الشخص أبد ما أصالحه وما يفيدني وشكرا على دعوتك أستاذ وأنا أروح أبد. انا اسمع انا عايفك خليتك تحكي على راحتك وخليتك تسولف وخليتك كل شيء يبدر من عندك وانا باقي بهدوئي ليش باقي بهدوئي لان قلت تعال تعدني تعال تعال ليش باقي بهدوئي لان انا طبعي انه اخلي المقابل يسولف واخليه يحكي واخلي كل شيء يطلع من عنده لحد ما يهدى انا ايش قلت لك هو عنده رساله خوش كلام تمام اسمع الرساله اللي عجبتك الرساله
يا استاذ هذا شخص اذاني ما اقدر اني اسامحه. ما يخالف مستحيل. انت اليوم وين جاي؟ يمي. جاي يمك. زين تي تطلع الله وياك بس تفشني؟ لا مستحيل. تهني؟ لا خلي تخلي الناس يقولون يعني هذا الشخص يعني هان وفشل يزن وبراجه. لا 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 ابد. اذا انت قاعد ببيتي ما تجي خطار للبيت اي وهذا الخطار انت ما تحكي وياه يصير تقوم من البيت أي. وابوك موجود او لا. عمك موجود لا احترام لهم احترام بيتهم. زين ثاني يوم وين جاي؟ جاي مستعد يزن. يا إيلي اخوي الكبير على راسي اي اوكي احنا شاري منك تحترم اخوك الكبير تمام اسمع الرساله وما خسر خساره إلي. انا لخاطرك إلي. اي لخاطرك الخاطر هذا الوجه الحلو اوكي وراح اتقبل الرساله هاي زين اوكي اوكي متفقين تمام تعال يا تعال اقعد صلوا على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عد اسمع رسالته اللي عجبتك حلو خير على خير اللي ما عجبتك انا وياك علي انا ما احب اسمع الرساله من عندك احب اسمعها من عندك زين مو انا ما بلاعيني تاذيني اليوم وتعبان اوكي اسمعها من عنده واني اذا ما عجبك قول له اسكت انا اكمل بداله لان اليوم بلاعيني عادي اوكي بيه شيء خاطرك لا الخاطر حيدر انا هذا الشيء سويته لك هذا الشيء سويته كله على مودك من رحت حاكيت اخوه قلت له اوف حي يعني هذا من رحت لأخوك وحاشيته وهذا كله على مودك قلت لك يا صاحبي وأنا خاف عليك لا تروح على غير الطريق فهذا الشيء سويته كله على مودك يعني أنت لو تريد مصلحتي وتحبني ما تروح سولف جيتك هواي حيدر لا 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 واي لا ما جيت ما جيت أبد نصحتك ما جيت أبد واي نصحتك لا لا ما فات تنصحني من تجيني أنصحني كنصيحة خوية أنا اليوم حيدر أنت أخوي الصغير من هاي سوالف تجيني تقول له هذا الشخص يعني ما يفيدك بشنو ما فادني هو شخص طيب انسان يعني وياي وقفاته حلوه وهاي بشنو مأذيني ما مأذيني ليش انا اعرفه قبلك ليش اعرفه انا اعرفه قبلك تعرفه شنو تعرفه يعني شلون يعني مخوش انا اعرفه قبلك من زمان قبلك اعرفه هسه من تعرفه غير تجيني تقول لي يابا راح اروح اقول لاهلك هاي سوالف ما تصير يجوز انا غلطت شوي سرعت رحت قلت لاخوك انا شوي غلطت بس هالشيء سويته كله على مودك انا شفتك جاي علاقتك تتطور وياه فما تحملت الصراحه انت تطور لان هو اولا انا ما مأذي هو ما انا ما مأذي وعلاقتنا حلوه وطيبه وانت تدري علاقتنا كلش حلوه انت يعني شنو البدر من عنده على موده تريد هذا الشيء يعني تريد نعوفه شنو البدر من عنده خوش ولد خلصت استاذ انا اعرفه قبل الصراحه مو خوش ولد خلصت يعني ما اعرف شو اقول لهذا الشخص شخص يعني مستحيل شنو صار لك بالبيت بعد ما من ورا ما يعني حكوا يا اخوك ايش قال صار لك داخل البيت تقريبا يعني صار خلاف انت واخوك صار مشكله انت واخوك طبيت للبيت تقريبا الساعه 12 انا رجعت توني من الشغل دخلت فلزمني علاوي اخوي الكبير فقال لي اجاني حيدر قال لي حيدر يمشي يا شخص مو زين وتعبان وما يفيده وما يفيد مصلحته ما ينصحه بنصايح يعني حلوه وهاي وهو طالع عن الطريق ف من قلت له هذا الشخص انا اللي امشي وياه شخص ما مأذيني زين يوم شخص ما مأذيك وزينه علاقتك طيبه وياه وهاي تقدر تعوفه ما تقدر تعوفه زين ليش؟ لان انه هو وقفاته حلوه وطيب وياك فليش يعني من راح اعوفه راح يصير يعني حساسيه اي فانا ما اقدر يعني صار انت واخوك صارت مشكله المهم فصارت صياح انا قدرت ما قلت له ما اقدر اعوفه وما ادري شنو فقال لي اطلع برا البيت هذا اذا ما تعوف هذا الشخص تطلع برا بعد ما تجي ما تطب البيت ورا الموضوع انت واخوك انحل لا ما انحل زين خلاص انا طلعت قلت اروح الحيدر تقريبا الساعه 12 ونص صارت فهذا الوقت انه الوقت هذا متاخر فاجلته قلت اجلها على باكر وانا بهذا اليوم ما بتت بالبيت بتت يم ولد صاحبي ثاني يوم رحت له للبيت قلت له ليش تسوي هيك شيء انا ما مأذيك انا ما مسوي لك شيء واذا تريد مصلحتي انا هسه ما اعرف شو اقول يعني ما يعني كلش ما سامح ابد هذا الشخص ما ابد
أبد ما سامحه. خلاص لا سامحه، ما لا سامحه، جدا طبيعي. خلاص بس أسألك كم سؤال وراها براحتك. أنا باقي لحد هذا الوقت باقي بس على مودك، إكراما إلك. على رأسي. أنت أخوي كبير. على رأسي. زين والكادر مالهم؟ أخوتي كلهم على رأسي. شوف مرات بحياتنا يخوننا التصرف. شلون؟ إحنا ما متعمدين ولا متقصدين ولا إنه نريد نأذي شخص، لكن تبدر منا تصرفات إنه إحنا ما متعمدين بها من دافع الحب ودافع الخوف ودافع الحرص، إنه حتى إنه هذا الشخص ما يتأذى فأني أروح أسوي طرق ثانية حتى في سبيل إنه ما يتأذى. هو واحد شوك أكثر من مرة وقال لك حذرك كم مرة؟ قال لك مو أكثر من 3 إلى 4 مرات إنه هذا الشخص مخالف. حذرني صحيح حذرني. صح لو لا؟ فأنت أنت سويت، أنت بقيت لين جوز الولد ما بدر من أي شيء تجاهك. هي. أنا قلت له قبل شوي، قلت له جوز الولد يتغير، فأنت بحد ذاته ما سمعت، فهو سوى، فهو بحد ذاته راح بلغ أهلك. هو من بلغ أهلك. سؤال، أنت دافع الكره؟ لا أستاذ. الحقد؟ لا أستاذ. تيجي تأذي؟ لا أستاذ. باب الحرص، إن شافك أنت ما سمعت كلام. أستاذ يزن، زين هو من راح قال لأهلي، زين ما فكر إنه إيش راح تصير مشكلة، راح تكبر مشكلة، حيدر جوز يتعارك ويا أخوه، يصير مشكلة كبيرة. فهو لازم اليوم افكر له بالعقل، اخذها بعقل، مو اروح والله انا اندفع قبل واروح لاهله واسولف لهم كل شيء. وانا قلت لك قبل شوي، قلت لك مرات يخوننا التصرف، مرات يخوننا التعبير، مرات كلمه تطلع بالشقه احنا ما متعمديها ما متقصديها، لكن المقابل يفهمها غلط. فهو قلت لك من باب الحرص ومن باب الخوف، هو لو ما يحبك ويعزك يعني معتبرك انه اكثر من اخ اللي يسوي هذا الشيء، يقول خل شو يريد يسوي خليه يسوي. ترى هسه باكتنا نادر ما نلقى صديق يخاف على صديقه، نادر ما نلقى مثل الصديق يقول لك انا افدي روحي الصديقي، نادر ما اشوف انه شخص يجي يدافع عنك. حذرك اكثر مره، اني سؤال، اني لو بدالك هم اروح لك، انا اذا عندي صديق هم اروح اقول يا بابا هذا الشخص ما يخدمه، اذا عندي معلومات كامله. بس جوز هو مثل الشخص اتغير نحو الافضل، جوز هو جوز ما خلى نظره بالماضي، هسه تغيرت النظره فخان التصرف. صح لا لا مرات صحيح. الله يجرى الناس بحياتنا مرة خلتك أريد أحكي. تفضل. مثلا هسه أنا بحياتي الشخصية سهلة، هو أتدخل بحياتي الشخصية يمكن مرة واحدة أو مرتين على مود جيجار، قلت له جيجار ما يفيدك أنت كاي سؤال يعني شخصي، يعني فد شغلة أنه ما تفيده، هي ما تفيده إلي شخصيا الضرة. أنا بهيك شغلات أتدخل، بس شغلات كصديق هاي يمشي وياهم، ما أدخل بهاي الشغل، ما أدخل بهاي الشغلات. وأنا طبعاً أنا يعني أخاف عليه وأحبه وكنت كنت أحترمه، بس هسه أنا يعني كلش نزل من عيني، كلش يعني ما خلالي ما خلالي أي حل. يبقى أخوك ويبقى صديقك ويبقى من حرص لا زايد لا عليك سوى هذا الشيء. لا مو أخوي. لا أخوك. لا. وجه رسالة بعد. أستاذ هو بس أقول له بعد غلطة وصار شيء صار بعد صار و. مو غلط اليوم ما غلط، تعرف لازم تاخذه للبعيد، لازم تقول هذا الشيء غلط او حيدر. هاي شوف انت بعدك صغير والعمر كله قدامك ولازم تستفاد من تجارب غيرك، فاتمنى تسمعني. احنا تربينا على شغله مهمه جدا في حياتنا اليوميه، تربينا على الطيب والتسامح والمحبه والصلح بين الناس، واحنا ديننا الاسلامي وقراننا الكريم أكثر آيات وأكثر أحاديث النبوية تحدث عن التسامح وعن المحبة بين الناس، ودائما نقول إنه نختار الناس الزينين بحياتنا، الناس الصحيحين بحياتنا. ليش؟ لأن اختيار الصح راح يلعب دور بهذا الموضوع. هو اختارك وانت اختاريتك أخوة وأصدقاء، ومن باب الحرص ومن باب الخوف ومن باب إنه أنت مريدك إنه جوز لا سامح الله تيجي عليك حكاية. هو ذكر قال أنت صايم مصلي ملتزم دينيا، فما يريد انه انت هاي الامور نظرة الناس تتغير عليك. انا مرات مو اقدم برنامج والناس جزء حابة برنامج او ما حبته، فمرات تجيني نصائح من الناس هواي. صح يزن هاي الكلمة غيرها لا تكررها، او هاي القعدة غيرها، او هاي التسريحة غيرها، او هاي اللبسة غيرها. زين هذا من راح يقول لي هذا الكلام، هل انه يكرهني؟ لا بالعكس يحبني. هاي
مرات مثل مرات اكو مرات انا يوم من الايام شخص نصحني على موضوع معين قال لي هذا الموضوع يا يزن لا تدنى له. انا سويت ادنيت نفس الموضوع فراح بلغ طرف اللي قال لي يا بهيك الموضوع يزن سوا اجى هذا عاتبني انا ضجت بينه من نفسي ايش ما قال لي بعدين فكرت قلت والله جوز كلامه صحيح لما جربت بالمستقبل شفت انه كلامه صحيح خلي نستفاد من تجارب غيرنا هو لما يعزك ويحبك يجي للبرنامج لا يحكي بهذا الموضوع لا فخلاص الدنيا ما تسوى والعمر قدامك وجهه هو مال غلطان غلطان المفروض ما يقول لأهلك حتى ما يصير مشكلة بينك وبين أهلك لكن هو مرات يخون التصرف يخون التعبير خلنا نخفر زلات غيرنا لأن إحنا أنا متعجب على موضوع إنه إحنا دائما بحياتنا اليومين نتخيل نفسنا إنه إحنا ما نغلط لا إحنا يومين نغلط نغلط اليوم 10 مرات أين ليش ما نخفر زلات غيرنا صح إحنا مو معصومين ونقول فأني يعني هسه مني جيت لقناتكم أنا خبرتك على هدية أنا تفاجأت إيه قلت لك تعال استلم الهدية وأنت كنت فرحان بالهدية بس أنا هيعتبر أحلى هدية أنت طلعت أنا المزعلان مو أنت زعلان أنت ساعدني وياك أستاذ مو أنت ما تعطيني فرصة يعني ما خافتش يصير عصبي لا ما يصير عصبي خليك كمل على زايد خليك كمل ممكن خاطر تمام يلا سولف لا أستاذ بعد وبس أريد أقول له حيث نبدأ صفحة جديدة وأنس يمكن السرعة غلطت بهذا الشيء خلينا نبدأ صفحة جديدة بعد زين أستاذ ما عندي شيء بعد ما عندك شيء؟ ما عندي شيء أستاذ ترى والله فقير ترى والله حباب والله على والله يعطيني ناس في حياتي هيك على البساطة وعلى الفقر مالته وما عاد أذية أنا ما ناكر أنا ما قايل إنه هو مو فقير هو بالعكس هو فقير وخوش ولد أنا لو مو خوش ولد ما أمشي وياه صح إي ف بس ما يعني ما خلاه الحل يعني أنت خلي مكانك خلي مكانك بمكانك والله أسامحه والله العظيم أسامح مو هي حكاية وتنحكي تقول أنا سامحة بس هو يعني ما خلاه لأي طريقة للسامحة يا عم إذا على أخوك فأنا جي وياك أصرح أبوس راس أخوك وصالح نيابة عنك لا تسلم أنا جي لأهلك وأبوس راس أخوك قال لعمي ترى هو خان التعبير ولد خوش ولد فما تسوى ديني كافي خلاص ما أعرف ما أعرف شو أقول ما تسوى أنت أخوك هسه رجعته طبيعي لو لا تمام أنت أخوك رجعته طبيعي أي ماكو إشكال لا الولد ذاك أقم شوية إذا خوش ولد ظهر ويا طبيعي جدا طبيعي وامشوا صداقتكم وعلاقتكم إذا طلع منه سيئة اسحب نفسك تلقائي بس ارجع وياه أوكي ما أعرف والله ما أعرف يعني شوف أجتنا حلقات وقصص أقوى من هاي الموضوع ونحلت ترى على فكرة ترى هاي الشيء أنت اللي بيها حاليا مستقبلا راح يأذيك شلون راح تتعود عليه وأنت شاب صغيرون تتعود على الحقد تعود على المحبة على الإنسانية أنت سحالين ما راح يشوفوك هواي ناس راح يتأثرون بيك أي. ترى إحنا قصصنا إذا نأخذها بالبرنامج هواي ناس تتأثر بيها هواي ناس تحاول تصلح الغلط تريد نفسك تظل هواي ناس شيء زعلانين وقافلين لا زين ليش ما ننشر الحب والتسامح والخير بين الناس شيء حلو هذا يعني خلاص لا تسامح أنت إذا على أهلك أنا أحكي ويا أهلك أقنع عمي الموضوع غلطان وخلاص لا لا مو قصة أهل وهاي بس انا اشرط شروط انه هو مي انا سامحه بس انا سامحه الخاطر وجهك الكريم والحلو على راسي بس انا ما انا مو اريد قدام الكاميرا اريد قلب ولسان لا اي انا وياك قلب ولسان ارجع وياه امشي وهاي وثقه بس كون انه ما يتدخل هيك الشغلات يعني كي يمنعني من شخص او يقول لي تمشي الا بحاله واحده الا اذا شاف مثلا علي زله او شيء انا هاي شروطي وانا من راح اسامحه راح اسامحه لخاطرك والخاطر انه الكادر الموجود خلاص انت من البدايه قلبك طيب ومن البدايه انت فقير هي. من البدايه فما دع يعني عرفتك انه انت عرفتك لكن هو من الحرص الزايد من حبه زايد لك سوى هذا الشيء وخلاص بعد الموضوع راح انتهى تمام واذا على اهلك خلاص اهلك يصير حل الموضوع لا مو لا خلاص لا تروح تعتذر من اخوها هايستر خلاص هايستر خلاص اليوم الحلقه اباك انا زعلان مو انت زعلان انا جاي راضي بي صار لي ساعه وانت ساكت يا سالم مو حكيت وياه قلت لك سالم لا يصير عصبي يتنرفز من عندي ها ترى والله هذا والله العظيم فقير ليش شلون حتى ما يقدر يطلع الكلمه والله ما اقدر يطلع الكلمه والله ما اعرف ايش اقول خلاص الحمد لله وشكرا الله كريم عنده صفحه جديده الله كريم عنده صفحه جديده حيدر والله توصل هاي هاي ان شاء الله الخاطر لهاي الوجوه طيبه انا راح اسامح الحمد لله الحمد لله الحمد لله هاي مسامحه هاي يلا قوم بوسه يلا قوم حمد يلا قوم قوم يلا 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 تعال 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 يلا بس روح يلا
لا تقلب وجهك، ليش قلب وجهك؟ حد هسه قلب وجهك؟ لا 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 ارجع ارجع ارجع، ما عجبني هذا، ما عجبني ارجع. اعتذر منك حيدر، معذور ان شاء الله. ما قاعد، تعال اقعد هنا، اقعد هنا، تعال سلامتكم، اقعد هنا. حيدر انت بعد شو قلب وجهك؟ ليش ايش قلب وجهك؟ لا لا بالعكس. لا بالعكس والله، بعد قلب وجهك بالعكس والله، ما حسيت صلح كل قلبك؟ لا لا متاكد؟ لا يلا بوس سلم علي. يلا استاذ ان شاء الله ماكو شيء بعد. ها ان شاء الله بعد ماكو شيء. ماكو شيء؟ لا ماكو شيء. لا ما تروح تبلغ اهلك؟ لا لا ان شاء الله استاذ. ما تقول لاهلك؟ لا ان شاء الله بعد ماكو شيء. متهم ارجع طبيعي. تمام ارجع اضحك. اي ارجع اشياك ويا. اي ارجع اطلع ويا. انا حخابره اذا قال لي صديقي عافني افضحك ترى بالمواقف. لا لا ابد لا. الله احشي عليك. الله اليوميه بس كون، بس كون هو يعني ما يكرر هاي الاشياء. زين مالته. انا قلت له، قلت له بشروط ارجع. انا صار لنا تقريبا يمكن خمس اشهر ما صحيح. اي زين انت تعرف المده عاشت ايدك ما تتحاشوا. فهسه شنو نبدي صفحه جديده؟ اي واحنا ولدي اليوم والموضوع ما يسوى. صحيح موضوعكم بسيط. اي وخلاص بعد. وانت الولد قلت لك اذا الولد شفته زين وخوش ولد شو طبيعي وياه. احنا وعدنا ناس بحياتنا زيني ولا مو زيني. اذا تطلع منه سيئه تجاهه اسحب نفسك ان شاء الله. عندك شيء تقوله؟ هاي استاذ لا ماكو شيء. متاكد؟ هاي استاذ تقضيت عليهم لا استاذ ولا شيء؟ لا استاذ ما عندي شيء بعد. هاي استاذ تراضينا هو وصالحنا خلاص بفضلك طبعا استاذ. الله يحفظك. ايش مشتاق له؟ حيدر؟ ايه استاذ هو صدق؟ صاحبي استاذ. الله يحفظكم ان شاء الله. ودنا اخوتكم الله يديك وترجعون احسن من قبل ورجع وشك اضحك وشاق وتقلب وشك ايش. لا لا خلاص هاي هاي خلاص الله يرضى عليك. اذا مشاهدين الكرام شفتوا حلقتنا اليوم، حلقه خير وحلقه محبه وحلقه صلح بين الناس. يا رب ان شاء الله يدوم الحب بيننا ونبتعد عن المشاكل ونبتعد عن السلبيات اللي تصير بحياتنا اليوميه. خلينا نختار صح الاختيار الصحيح بحياتنا بكل شيء وراح ينجح حياتنا. خلينا نبتعد عن الاشياء السلبيه لان احيانا الاشياء السلبيه تودينا الى التهلكه. دائما نقول انه رب العالمين يعطينا الناس في حياتنا يوجهونا الطريق الصحيح، خلينا نتمسك بهؤلاء الناس لان هم طريق نجاتنا. اذا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في حلقه اخرى والى اللقاء. انا راضي ظلم الدنيا والاقدار بشرط ابتعد من الناس وبلاويها عشت بقلوب ما شفت غير النار وانا هاي المحبه وين ودي هذا مالي نصيب بعالم الاحلام ما خلي الدمع يستبطن بعيني وما اسمح لعيني كل هدوء تنام وانا مزعل شخص امنيتي يرضي صريح واقعي كل شي لقت خطواتي مين نمشي ما احب اللي جاملني ولا اكره بشر دمني انسانيتي واحساسي سوالف قلبي من راسي وما دام نيتي الخير كلام الناس ما يهم مهما خلي خاطر منكسر يبقى بحسرته عزت نفسي لما انعتب من اللي كسبته شاي الحب كبير بدافي وما يهم انت شاي الحب كبير بداخل ما يوم خنت بما أني أشوف الدنيا سفرت ليل أيام درب الضوء وتخلص ما حطاتي يخوش إنسان والزينة تحب حيل هواي ببالي ما صار حبيبات خطايا تموت إذا حاسبت نفسك وبملامة كلمة طيبة هي تعيش اسمك بالكرامة اختبار الدنيا ودعش لغان نطلع وبسلامة اختبار الدنيا ودعش لون نطلع وبسلام.